فأضعه أو احفظه. فأضع ذلك الباب أو احفظه. نعم، وهذا فيه دلالة على طاعة الوالدة حتى لو قال لك تطلق مراتك، حتى لو كان في جور على المرأة، لأنه هنا وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. والطاعة هنا طاعة واجبة، لأن الطلاق هنا لا معصية فيه، الطلاق هنا لا معصية فيه. ولذلك وغالب الأمر مما يستقرأ ومما ينظر أن الوالدة لا تصل إلى ذلك بجور أبدا إلا نادرا، والنادر لا حكم له. وما أن يطيع أحد والديه في أمر من الأمور إلا أن العاقبة إلى الخير والبر وإلى الخير والبر والبركة. نعم، إذا كان العكس كيف؟ أطع أمك. نعم.